الموضوع التاني، في ناس عايزة تعطلني، في ناس عايزة تعطلني. النهاردة يا جماعة حصل حاجة غريبة جدا 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 معايا، وأنا بلغت المسؤولين بيها. النهاردة حصل حاجة غريبة جدا 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 معايا، وتقدمت ببلاغ رسمي في مباحث الإنترنت، وكمان سأتقدم ببلاغ رسمي للسيد النائب العام. لقيت رقم مجهول بعت لي رسالة بيقول لي احنا عايزين ننشر عندك على صفحتك بوست وتنويهات لفيديوهات للهارب الإرهابي بهجت صابر، وقالوا لي هنديلك $5,000 في البوست الواحد. يعني عايزيني انشر فيديوهات وانشر تنويهات لبهجت صابر، ويدوني من في كل تنويه وكل بوست بعمله $5,000. انا بصيت في الرقم لقيت الرقم مجهول، وبدور على بيانات الرقم لقيت ملهوش بيانات ورقم مصري ومكتوب الامن السري. ايه الامن السري ورقم مصري وبهجت صابر مين اللي انا انشر له فيديوهات وانشر له بوستات على صفحتي؟ رحت بعت يا ابني انا مش بتاع الكلام ده، وانا ما بتعاملش معاكم، ولو تكرمت بكل ادب اهو حضرتك ممكن تكلم حد تاني، انا راجل وطني وبحب بلدي وبحب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية فوق دماغي، وانا ماليش في الفيلم ده. راح بعت لي رسالة قال لي ايه؟ قال لي سنرى واتحداك. رحت قلت لا بقى ده قليل ادب. رحت بعت له فويس بصوتي قلت له يا ابن كذا وكذا وكذا وكذا، ملعون ابوك وابو مهجت صابر وابو اي حد ضد مصر، وانا مع بلدي ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي غصب عنك وعن اللي مشغلينك، ويا ابني كذا 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 كذا. انا مش بتاع تهديدات ولا بشارك في اي مؤامرات ضد بلدي، ولو شفتك اضربك بالجزمه. ورحت عامل حظر للرقم. حاجه غريبه، طب اشمعنى انا وليه في هذا التوقيت؟ ومين ده اللي بعت لي مثل هذه الرساله؟ واشمعنى اختارني انا في هذا التوقيت؟ وفي حد يا جماعه بيتآمر عليا لدرجه انه عايز يدخلني في مصيده ويخليني اعمل حاجات ضد البلد؟ وبعد كده كمان ايه؟ تجيني رساله اني مش عارف امير مرتضى منصور مسافر قطر، واحنا لا نسكت على وجود امير مرتضى منصور في قطر، واحنا هننفذ مؤامره. طب انا مالي ومال الكلام ده؟ رحت رديت يا ابني انا مالي ومال الكلام ده؟ وبعد كده الاستاذ امير مرتضى منصور له مني كل الاحترام والتقدير، ولماذا ترسل لي مثل هذه الرساله؟ والاستاذ امير مرتضى منصور فوق دماغي، وكونك انك انت بعت لي رساله زي كده يبقى في ان، وعايزني اخد ودي معاك عشان تمسك عليا اي مستند او اي حاجه. فانا هو يا جماعه الهوى، الرسائل دي غريبه وعجيبه وانا لا اعرف عنها اي شيء، واي حد هيزج باسمي في اي حاجه خاصه برسائل او خاصه بحاجات بتروح للاستاذ امير مرتضى منصور او بتروح لابوه المستشار مرتضى منصور، انا ماليش علاقه بيها من قريب ولا من بعيد، والكلام ده انا معرفش عنه اي حاجه. والناس اللي بتبعت لي الرسائل دي عايزه تحطني في مصيبه، وانا النهارده تقدمت ببلاغ رسمي الى الجهات المسؤوله
ومباحث الانترنت، وكلفت المحامي الشهير الاستاذ محمد رشوان اللي شرف لي ان يكون المحامي بتاعي انه يتقدم ببلاغ للسيد النائب العام ضد كل الرسائل اللي جاتني عشان نعرف مين دول يا جماعة. يعني عايز اعرف مين دول وليه في هذا التوقيت يا جماعة؟ يعني ليه في هذا التوقيت؟ وايه علاقتي انا بالكلام الفارغ ده؟ وباكد احترامي للدولة المصرية وتقديري للدولة المصرية وتقديري واحترامي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديري واحترامي لكل المسؤولين في الدولة وللشعب المصري. وانا ماليش علاقة باي كلام يتردد بشأن هذا الموضوع يا جماعة. اقسم بالله العلي العظيم انا مستعجب، بتبعت لي رسائل انا مال انا ومال الاستاذ امير مرتضى منصور عشان تبعت لنا رسائل وتقول لي يا مش عارف امير جايينا ولا مش عارف مين، ومين اللي بيعت لي الرسائل دي؟ عموما احنا تقدمنا ببلاغات رسميه، والاستاذ محمد رشوان المحامي سيتخذ كافه الاجراءات القانونيه. ولكن انا حبيت اقول لكم ما وصلني من رسائل وما وصلني من كلام عشان تبقوا شاهدين ان انا بتعرض لمؤامره للنيل مني ومن اسمي وسمعتي. والله على ما اقول شهيد، وحسبي الله ونعم الوكيل في الناس دي، حسبي الله ونعم الوكيل في الناس دي. وساتقدم الى الجهات الرسميه بصور من الرسائل وساتخذ كافه الاجراءات القانونيه. ده موضوع مهم جدا يا جماعه، حبيت اعرفكم عشان الدنيا كلها تعرف ان حد يردد اسمي في اي حاجه.